والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة عشان ذكرى نياحة قديس معترف، عارفين في درجة بعد الشهداء اسمها المعترفين، اللي تألموا أو اتظلموا أو اضطهدوا لكن ربنا طول في عمرهم عشان ليهم رسالة. فالمعترفين لهم كرامة عالية عند ربنا بسبب ألمهم، فالكنيسة بتختار الفصول المناسبة لحكاية الحزن والوجع والتجربة والألم والضغط والظلم، لأنه زي ما قال المزمور كثيرا أحزان الصديقين، لكن في النهاية من جميعها ينجيهم الرب، طالعين كسبانين منها كده كده. وجاء قول ربنا يسوع مريح: لا تخف، لأنه لما تكتر المشاكل الإنسان العادي يخاف. ليه؟ مشاكل فلوس، مشاكل صحة، مشاكل من ناس، مشاكل ظلم، مشاكل يعني شغل غير شغل، مشاكل أولاد. لما تكتر الهموم الخوف يعلى. فربنا قال لنا ما تخافوش. ليه؟ لو حاطين الملكوت قدامكم الملكوت ما بيروحش. اللي يخاف هو اللي عينه في الدنيا، فاللي يحب الفلوس يخاف، خايف تخلص، خايف تروح. اللي يحب الزمن ده عمره يخاف على عمره، فده هيفضل خايف. اللي مركز في الناس زيادة هيخاف لأنه عاوز يرضي الناس. طب اللي باصص على السماء هيخاف ليه؟ مش فارق معاه. لو العمر خلص طب ما هو عاوز يروح السماء، ولو الناس قلبت عليه ولا يفرقوا معاه، هو عاوز ربنا. ولو الفلوس راحت بالعكس مصلحة، يمكن ده يقربه من ربنا. فلما قال لنا لا تخافوا، حط بعدها على طول ايه؟ خبر الملكوت. ابوكم سر ان يعطيكم الملكوت. ركزوا في دي. يبقى عشان الواحد يغلب خوفه لازم يرفع عينيه على السماء. طول ما الواحد عينيه في الدنيا والاخبار والاحداث والناس واللي بيقول واللي بيعيد واللي بيزيد هيخاف، هيضطرب، هينزعج. وممكن مع خوفه تيجي خطايا تاني، يجي حزن رديء، يجي غضب، يجي غيظ وغل وحقد وانتقام، كل ده يتولد مع المخاوف. انما لما الواحد يكون عنده سلام تلاقي الخطايا دي ملهاش مكان. عشان كده القديس بولس النهارده يقول لنا: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر. خلي طلباتكم قدام ربنا. حينئذ سلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يكون الواحد مش عاوز غير ربنا ودماغه في ربنا، وأي مشكلة بيحطها في إيدين ربنا هيتضايق ليه؟ يبقى عنده سلام، والسلام ده يخلي مخه أفكاركم وقلوبكم في المسيح، يعني يبقى مركز في ربنا، فما فيش حاجة فارقة معاه. لا تخف أيها القطيع الصغير. اللي بيعرفوا يعيشوا كده مش كتار، دول القطيع الصغير اللي عينيهم على السماء، دول الرايقين بجد اللي ما يفرقش معاهم أخبار الدنيا ولا مشاكل الناس بزيادة. يحبوا الناس ويخدموا الناس لكن ما يعلوش هم، ما يسيبوش الهم يغلبهم أبدا. اللي يزود دي، اللي يزود السلام أو عدم الخوف، أن الواحد ما يمسكش في حاجة، فبيقول بيعوا أمتعتكم. لأن طول ما عندك ممتلكات كتير وأمتعة كتير هتخاف عليها وهتتغاظ وهتزعل عليها. طب اللي عمال يبيع، اللي عمال يوزع، مش خايف، خلاص مش عاوز حاجة، هو عمال يحوش في السماء. حد يقدر يسرق منك السماء؟ يقدروا يسرقوا بيتك، يسرقوا الفلوس اللي في البنك، الدولار يعلى تلاقي الفلوس وقعت، اوكي وارد. لكن مين يقدر ياخد منك السماء؟ تتخذش. فحوش في السماء. ده المعنى اللي قاله المسيح كذا مرة ما قال: لا تكنزوا على الأرض، كنزوا في السماء. هنا بيقول بيعوا، بيعوا أمتعتكم، وزعوا، اعطوا صدقة، اصنعوا أكياس لا تبلى، حاجة تعود لكم، كنزا لا يفنى،
يبقى اللي عمال يدي ويوزع تلاقوا اقل واحد يخاف، اللي ماسك وبيخزن وبيكوش تلاقوا اكتر واحد خواف. عشان كده الاسخياء في العطاء، الكرماء في التوزيع، اللي لا فارق معهم كرامة ولا فلوس ولا غنى ولا ممتلكات وفهمينها صح، مفيش حاجة تستاهل، اللي مركزين في السماء ما بيخافوش، خلاص عارفين انها ايام وهنمشي. طب ما كان في ناس بيقعدوا نفس القعدة في القداس من سنين، دلوقتي كلهم مشوا، طب ما احنا هنمشي برضو. الناصح بقى اللي عامل حساب الشغلة دي، اللي ركز في اليوم اللي هيمشي فيه ويكون محوش يلاقي رصيد في السماء مستنيه، لكن اللي مشغول برصيده على الأرض ورأي الناس فيه وكرامته صحته ده ضيع كل حاجة، ده هيفضل خواف، وللأسف في الآخر ممكن يضيع السماء. بعدين قال لنا عيشوا دايما بفكر الانتظار السهر لتكن أحقاءكم ومنطقة مصابيحكم وموقدة. ده وضع انتظار، كانوا العبيد يلبسوا كويس عشان ايه صاحب البيت جاي ويبقوا جاهزين بالعشاء، فما يريحوش، يفضلوا لابسين وجاهزين ومنورين البيت ليه ملك جاي صاحب البيت جاي. فقال يا بختكم لو جه لقاكم سهرانين مستعدين مركزين، لو جه لقاكم نعسانين هيزعل، هتبقوا ما عملتوش اللي عليكم. وممكن توصل ان الواحد لما ينام بقى في الخط يقعد يفتكر البيت بيته والحاجة حاجته والدنيا دنيته، ويدوس بقى على اللي حواليه ويتخانق ويزعل. فقال يا ويله العبد ده لما هيجي سيده حسابه عسير، لكن طوبى لذلك العبد الذي اذا جاء سيده يجده سهران او يجده بيعمل مشيئته بيوزع الاكل على اخواته. يبقى اللي مقضي حياته خدمة للناس ومشغول يريح الناس ويريح ربنا وناسي نفسه، ده ناصح، ده عايش صح، ده مستعد للسماء، ده هيخاف ليه؟ هياخده منه ايه؟ مش حاجة تتاخد منه، لأنه محدش يقدر يسرق العمل الصالح، العمل الصالح ما يتسرقش، إنما أعمال الدنيا تتسرق. إذا لا تخف أيها القطيع الصغير. عندنا صور كتيرة للراعي الصالح، كل ما كان الخروف صغير كل ما اتدلع اكتر، فاهمين الحكايه دي؟ تلاقوا دايما صوره الراعي شايل خروف اصغر واحد وفي خرفان حواليه، والخروف اللي شايف روحه تلاقيه واقف بعيد كانه مش محتاج الراعي. طول ما انت حاسس انك صغير، طول ما انت تتشال وتتدلع وربنا يعمل لك كل حاجه، زي ما انتوا كامهات لما كانوا عيالكم اطفال ببهات هتطلبوا منهم حاجة؟ لازم تعملوا لهم كل حاجة. لما كبروا بقى وبقوا شنبات مثلا، لا، تقعدوا مستنين منهم بقى أدوار. طول ما الواحد فينا مقتنع أنه صغير ومقتنع أنه ضعيف ومقتنع أنه ما يعرفش، ربنا يعمل له كل حاجة وتبقى حياته أسهل حياة. وده اللي المسيح قال ما تخليكوا عيال، ربنا قال لنا كده، تزعلانين ليه؟ خليكوا أطفال، ارجعوا خليكوا أطفال. في الحالة دي هيبقى هو شايل الشيلة كلها. عاوزين تعملوا كبار اعملوا كبار، بس انتوا ايه؟ هتخافوا وهتقلقوا وهتتنرفزوا وهتعولوا الهم عشان عاملين فيها كبار. ما ترجعوا عيال هتلاقوا الحكاية جميلة وسهلة، العيال بتلعب ومبسوطة وبتلاقي أكلها جاهز وفي اللي يعول همها فكر فيها. إذا دي أحلى عيشة معروضة علينا. القطيع الصغير معناه افتكر انك صغير وضعيف وقليل، وده ما يزعلكش، بالعكس كده تبقى حبيب ابوك، تبقى الدلوعة بقى، تاخد العز كله، لانك لو كبرت هتشيل الشيلة لوحدك. ربنا يدينا نعمة التسليم والاتكال ونعمة السلام والإيمان، ويبقى الواحد عارف ان مفيش حاجة تستاهل لا يزعل ولا يغضب. ليه؟ لأنه كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله، لإلهنا كل مجد وكرم.